وللحديث عن استمرار التظاهرات في إيران والتهديدات من السلطة بقمع الحراك الجاري هناك، ينضم إلينا عبر سكايب من كندا رئيس جبهة الشعوب غير الفارسية في إيران الدكتور صلاح أبو شريف. حياكم الله دكتور صلاح. حياكم الله، مساء الخير، أهلا وسهلا بحضرتك وتحية المشاهدين الأفاضل. مساء الأنوار دكتور صلاح. نبدأ من إعلان ارتفاع حصيلة ضحايا التظاهرات المناهضة للنظام في إيران إلى أكثر من 342 على يد قوات الأمن الإيرانية. بداية، كيف تقرأ هذه الحصيلة؟ بداية أنا ليس بدكتور بس للتصحيح، أما فيما يتعلق بالحصيلة حقيقة هذه هي الحد الأدنى ليذكر، ولربما هناك أعداد كبيرة كما تصلنا الإحصائيات تتجاوز 500 قتيل، ومن أكثرهم طبعا من بين الأعمار 20 أو 17 و25 عام. الأعداد كبيرة، وإذا راجعنا نجد في بلوشستان وحدها أكثر من 160 قتيل خلال جمعتين فقط وما بينهم أيضا. هذه الأرقام دلت على شيء، تدل على أنه النظام الإيراني لا يريد سماع صوت الشعوب، لا يريد التراجع عن قمع الشعوب، لا يريد أن يسقي لمطالبهم الحق، ليس في هذه المظاهرات أو الثورة الجارية الآن بل منذ عشرات السنين، وهذه الشعوب هي ترفع بأصواتها وترفع بمطالبها وتقدم يعني آلاف الشهداء خلال العقود الماضية والأسرى من أجل نفس المطالب، سواء في كردستان أو الأحواز المحتلة أو في بلوشستان وأذربيجان وتركمانستان ولورستان وأيضا المناطق الأخرى. نعم، ما نشاهده الآن اليوم بالتحديد، اليوم الجمعة كانت هناك كل مدن بلوشستان من الحدود مع باكستان وصولا ل يعني زاهدان والخاش والمدن الاخرى كلها منتفضه، كانت بصوت واحد تنادي للحريه والديمقراطيه وحقها في تغرير المصير واسقاط النظام وطرد الاحتلال الايراني. بالجانب الاخر شاهدنا كيف مهاباد وسنندج وبوكان على الجانب الكردي كيف انتفضوا وخرجوا للشوارع يطالبون بنفس المطالب، كذلك شاهدنا تبريز وشاهدنا العاصمة الأحواز والمدن الأحوازية الساحلية، كلها اليوم كانت منتفضة لطرد الاحتلال وبنفس الوقت إيصال صوتها للعالم أنها لا تتحمل أكثر من ما تحملته من اضطهاد وقمع وانتهاك صارخ لكل أعراف القوانين الدولية. نعم أستاذ صلاح، يعني ما تفضلت به، ما الذي يعني هل الاحتجاجات والحراك الشعبي في إيران ذاهب إلى مرحلة جديدة؟ وأيضا هناك دعوات إلى إضرابات، ما أهمية تلك الدعوات أيضا؟ طبعا الإضرابات هي تعتبر مرحلة متقدمة من الكفاح لشل الاقتصاد الإيراني وأيضا لنوع من العصيان المدني، ولكن التصعيد الأكبر لنشاهده اليوم هو المقاومة. الشعوب يعني اجتازت كل الخطوط الحمراء، أصبحت كما تعترف القادة الإيرانيين التابعين للحرس والاستخبارات وغيرهم عبر تسريبات تنتشر بشكل مستمر، الشعوب أصبحت لا تخاف من القتلة ولا تخاف من يعني الاعتقال ولا تخاف من الاغتيالات، تقاوم بالشارع ولم تذهب عندما تهاجم القوات الأمنية المتظاهرين، لا يتراجعون هؤلاء المتظاهرين بقدر ما هم يبتدون ب يعني بناء سواتر وقطع الطرقات والمقاومة بالأحياء ويمنعون القوات القمعية للدخول من الشوارع والأحياء المتظاهرة. هذه المرحلة هي مرحلة متقدمة جدا من الثورة، علما النظام الإيراني يتعامل مع المتظاهرين في المدن الفارسية بصفتهم معارضين، ولكن يستخدم أيضا طريقة من العنف مختلفة عما يستخدمها في الأحواز أو في بلوشستان أو في الكردستان أو تبريز. السلطات هناك تتعامل كقوة احتلال
وتتعامل مع المتظاهرين كقوة تحرر وقوة تريد طرد الاحتلال الإيراني وليس فقط تغيير النظام. هناك تهديد مصيري تقصد المدن. هناك تهديد مصيري للوجود الإيراني في هذه المناطق؟ بالتأكيد بالتأكيد بالتأكيد. وكما أسلفت، النظام عندما ترى قمعه في بلوشستان أو الأحواز، ونحن نمر الآن بالذكرى الثالثة لمجزرة مدينة معشور في الأحواز قبل 3 أعوام، وعندما ترى يعني تعامله في مدن كردستان أو أذربيجان تراه يعني يقتل دون رحمة ويستعمل الرشاشات ويستعمل القمع المفرط لكل أنواع السلاح لتفريغ المتظاهرين وقتلهم، ولكن يتعامل في المدن الفارسية بالسلاح يعني السلاح الصيد أو المطاطي لتفريق المتظاهرين. ولم نسمع أن هناك مجزرة ارتكبت مثلا في مدن فارس بشيراز أو أصفهان أو يزد أو غير ذلك، مثل ما ترتكب المجازر في بلوشستان المحتلة أو في كردستان أو الأحواز. فهذا ما يعني أنه النظام يتخوف بشكل كبير جدا، ليس النظام وحده، حتى المعارضة الفارسية نفسها اللي لا تريد أن تعترف حتى هذه اللحظة بوجود شعوب في جغرافية إيران السياسية لها مطالب مختلفة تماما عن مطالب المعارضة الإيرانية. هذا يدل على شيء، يدل أن إيران أمام تهديد وجودي، خاصة وأن هذا الكيان المسمى الآن بإيران هو أسس بعد الحرب العالمية الأولى، والتصقت أو لصقوا هذه الشعوب بعد احتلال الأحواز عام 1925 واحتلال بلوشستان عام 1928 وضم كردستان وأذربيجان. من هنا أستاذ صلاح، يعني إلى أي مدى يمكن للنظام الإيراني اللعب على هذه الورقة بأن إيران كأمة يعني هي مستهدفة من الخارج؟ لا هذا ثبت، هذا الأمر ثبت للجميع، يعني الخارج هم يدركون لا دور لهم في الداخل حقيقة. الدول الإقليمية والدول الكبرى هي يعني بتصريحاتها اللي ربما تضر الحراك بالداخل الآن. إيران يدركوا هذا جيدا، هم يهدد الفرس أنفسهم المعارضة الفارسية بهذا التهديد، وهم أغلية على العلم، لا ليس لديهم التأثير الكبير الآن. المتظاهرين أين المتظاهرين؟ المتظاهرين هم والمعارضين الأساسيين هم في بلوشستان، هم في الأحواز، هم في أذربيجان الجنوبية، هم في كردستان. هؤلاء هم من يقودون الثورة في مناطق قزوين وقيلان وغيرها، وهي مناطق الكاسبيان. هؤلاء هم الآن اللي يقودون الثورة، يهددون النظام ويهددون الدولة الإيرانية. النظام الإيراني مهما لعب على هذا الوتر أنه هناك تفكك إيران، على العكس هذا يشجع استغلال الشعوب ويشجع أن هذه الدولة سوف تتفكك. مصير هذه الدولة هو التفكك، لأنها جاءت لأغراض وظيفية في المنطقة بالعشرينيات القرن الماضي، وهذه الوظيفة انتهت لهذه الدولة، خاصة بعدما رمت نفسها في أحضان الصين وروسيا بالمرحلة الراهنة ومنذ عقود. لذلك يعني تفكك الدولة الإيرانية أمر وارد جداً، وخاصة المطالب للشعوب غير الفارسية واضحة منذ عشرات السنين. مع مقتل العديد من الضباط وعناصر البسيج أيضا الإيراني، ما دقة تقارير المؤسسات البحثية التي تتحدث عن احتمالات حدوث انشقاقات في مؤسسات الجيش والأمن والبسيج؟ هذا وارد جدا، وللعلم وصلتنا بعض الانشقاقات من بعض الضباط وتسجيلات فيديوهات من الأحواز على سبيل المثال. هناك بعض الضباط أرسلوا بانشقاقهم من النظام وبأسمائهم ووثائقهم حتى. هذه الانشقاقات واردة جدا، وهناك أخبار أنه يعني حتى في مجلس الأمن القومي الإيراني هناك استبدالات وتغييرات كبرى، وهذا يعود للتركيز الموجودة في الحرس والجيش وغيره. الحرس والجيش يعني عندما بدأت بال79 ثورة للشعوب غير الفارسية وجاءت بشعارات إسلامية والوحدة والمساواة، الكثير من أبناء هذه الشعوب انتموا للحرس وانتموا للجيش والاستخبارات وغير ذلك، ولكن بعد عقد من الزمن عرفوا كلهم أن النظام هو ليس إسلامي، والنظام ليس جمهوري، والنظام ليس طائفي شيعي كما يدعون حتى خاصة بعد حرب أذربيجان وإرمينيا.
بل ثبت لكل هؤلاء لأبناء الشعوب غير الفارسية الموجودين في مؤسسات الدولة، ثبت لهم جميعا أن هذا النظام عنصري فارسي بامتياز، لا يريد على الإطلاق لا المساواة ولا الإسلام ولا الجمهورية، ويريد عبر هذه الشعارات وهذه القطاع هو استمرار باحتلاله، لا على العكس، احتلال الدول المجاورة. ولذلك شاهدوا وشاهدنا جميعا كيف يتبجح باحتلاله للعراق، ويعتبر المدائن عاصمة إيران التاريخية، ويعتبر البحر الأحمر حدود إيران التاريخية، ولا زال يوسعون بخرائطهم. نعم، ويسيطر على 4 عواصم. عفوا، صحيفة وول ستريت جورنال يعني كشفت أن المسيرات الإيرانية مصنعة من قطع أوروبية وأمريكية. يعني السؤال الذي يطرح نفسه هنا، أين العقوبات التي يقول الغرب إنها قيدت نشاطات النظام الإيراني وميليشياته المزعزعة لاستقرار أمن المنطقة؟ الأمر هذا يعود لجانبين. الجانب بالفعل يعني هناك الدوائر الغربية، الحكومات، البرلمانيين، هي تصدر بيانات وتضع الكثير من الشركات في القوائم السوداء، ولكن إيران أصبح متخصصا في الالتفاف على الحصار والالتفاف على هذه القرارات، وبنى شبكة واسعة من الشركات الوهمية عبر أسماء مختلفة وجنسيات مختلفة. الآن من يفتح هذه الشركات ليس بالضرورة أن يكون إيرانية جنسية، لربما يكون لبنانية جنسية، لربما يكون يمنية جنسية، لربما يكون من كينيا، من تنزانيا، لربما يكون من، يعني إيران بنت قاعدة واسعة جدا من العناصر اللي تعمل لهذه الشبكة المالية والشركات الوهمية اللي تقوم بتصدير هذه القطاع للداخل الإيراني بشكل وبآخر وبطرق ووسائل مختلفة. هذا ما نقوله يعني موثق ومعروف، ولدينا لربما أيضا الكثير من الوثائق اللي تدل على هذا. الغرب يقوم بمثلا مقاطعة شركة باسمها باسم معين، اليوم الآخر هذه الشركة تغير اسمها وتغير حتى يعني مالكها، وتعمل وتستمر بمعاملاتها مع الغرب. إذن كنت ضيفنا عبر سكايب من كندا، رئيس جبهة الشعوب غير الفارسية في إيران، الأستاذ صلاح أبو شريف. شكرا جزيلا لك.